عبر هذا البحر يمر آلاف اللاجئين السوريين سنوياً، أمواج هائجة، منهم من يقطعها ويصل إلى وجهته، ومنهم من تبتلعه المياه فيلقى حتفه وينتهي مصيره هنا. رغم خطورة الطريقة إلا أن هنالك من يؤيد استمرارها، بل ويشجع عليها متجاهلا مصير المئات من الأرواح. لنكن أمام قرار وطني يقول فتحنا البحر. أيها النازحون السوريون، أيها الإخوة، كل من يريد أن يغادر إلى أوروبا، إلى قبرص، هذا البحر أمامكم، فاتخذوه سفنا واركبوه. الحل الذي أشار إليه نصر الله أودى بحياة أكثر من 500 سوري خلال الأعوام السابقة وفقا لمركز تحليل بيانات المهاجرين العالمية. ومع ذلك يبرر أنصار الحزب هذه الدعوة بالضغط على أوروبا لوقف العقوبات عن دمشق، بينما تباينت مواقف المنتقدين، منهم من وصف دعوته بالمضحكة، ومنهم من ذهب للتحليل معتبرا الأمر استكمالا لاحتلال أراض سورية، بل وتنفيذا لأجندات إيران. أما آخرون فعدوه تصرفا ميليشياويا غير مسؤول. نصر الله مسؤول بنسبة 60% عن هذه الأزمة، وكلامه غير مجد، هذا طرح غير مسؤول وتصرف ميليشياوي. وهم على طريق الحلم الأوروبي، على متن قوارب متهالكة تفتقد لأبسط معايير السلامة، قوارب ينتظر راكبوها مصيرا مجهولا. يذكر أن هذه هي المرة الثانية خلال 7 أشهر التي يدعو فيها حسن نصر الله لفتح البحر أمام الهجرة غير النظامية للسوريين.